تعتزم شركة بي اف الإيطالية ضخ أكثر من مليار دولار في شكل استثمار أولي لإقامة مشروع زراعي في جنوبي الجزائر. وكشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر كاش خلال مؤتمر صحفي عقده بالجزائر العاصمة الاثنين عن تلقي الوكالة طلبات دولية للاستثمار بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار. الفلاحة أيضا مشروع كبير يقارب المليار دولار مع شريك إيطالي بي اف، دونك شركة اللي راح تستثمر أيضا، راهي مستثمرة في توغورت، عندها حوالي 20,000 هكتار نظن، في وراح تروح لتيميمون ب37,000 هكتار في قطاع الفلاحة، خاصة قطاع الحبوب، وراهم في مفاوضات ايضا معنا من جهه منح الامتيازات، وايضا مع وزاره الفلاحه بخصوص توجهات استراتيجيه للنشاط، بحيث انه احنا طلبنا منهم ايضا بالتوافق مع وزاره الفلاحه باش ما يبقاوش في زراعه الحبوب، يروحوا ايضا الى صناعه تحويليه، دونك صناعه تحويليه الموجهه للتصدير، يعني هذا من بين يعني الشروط اللي خاصه انه هذا الشركه بي اف الايطاليه شركه كبيره وكبيره جدا، معروفه في هذا النوع من 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 يعني الاستثمار.